فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وذكر الراوي نموذجا من قراءته في الفجر أنه كان يصلي الفجر أطول من غيرها، فكان يقرأ فيها بقاف القرآن المجيد ونحوها من السور، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وكان صلى الله عليه وسلم يعمل بقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر هو صلاة الفجر، سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، وهذا أمر مستفيض من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل فيها بغلس، يعني بظلمة، بحيث لا يرى الرجل من بجانبه من ظلمة الليل، وكان ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة مبكرا بعد طلوع الفجر، ويطيلها بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإسفار جدا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وأما في بقية الصلوات فكان صلى الله عليه وسلم يتوسط فيها بين الإطالة الشاقة وبين التخفيف المخل، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للأئمة أن يأخذوا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في صلواتهم، وأن لا يتصرفوا من عند أنفسهم أو اجتهاداتهم أو حسب رغباتهم، وإنما يحتذون هدي النبي صلى الله عليه وسلم.